متعدده متعدده نبقاو في الكتاب ديال انطباعيات بوشتى الحياني، وفي نفس الكتاب كتبتي واحد الجمله اثرتني ونطرحها عليك، تطرحها لنا سي بوشتى الحياني. تقول ان الانطباعيه هي النهج الذي علي ان اسلكه، يجب علي ان اسلكه. لماذا هذا الفعل يجب علي ان اسلكه وابقى وفيا الى الانطباعيه؟ هنايا يجب بعض التوضيح. الانطباعيه هي مدرسه فرنسيه، فإلا خديناها في هذا المفهوم هذا انا لست انطباعيا. مررت في مرحله ككل رسام مسارك الفني، يعني كانت بدايات. و فمثلا اول لقاء كان عندي مع الفن التشكيلي كان في المركز في لانسيتي فرونسي ديال فاس. اول كتاب على الفن غنطلقه هو غنلمسو هو فان جوغ. وي هو اللي تاثرتي به. ف فان جوغ اثارتني قصه حياته. ف الكل يتاثر لما تقرا حياه فان جوغ. فقلت انسان هكذا يعني كيقطع ودنو الاشياء كتاثر داخليا. من بعد منين دخلت المدرسه كان عندي لقاء مع تاريخ الفن. استاذ تاريخ الفن لا غونيسونس ايطاليان لا هذا. فبالتالي بديت كنقول ليونارد دوفانسي و ميكيل انج ورافائيل وماتي وسيزار هادو قبل هادو تاثرتي بهم. كان التاثر بعدا بهادو سيزار وماتي واخرون. فكان هذا التاثر بهاد الاولين. بالتالي تلاقيت غاد نجبر في الصدف سيزان ماتيس وغيره. فديت كنقول ما كاينش فرق في الواقع ما بين هذا وهذا. فهذا كيدوز في اللوحه سنين باش يكمل اللوحه، وهذا كيدير اللوحه ربما في واحد الثمن في واحد الفتره وجيزه، ولكن النتيجه هي نفس النتيجه. كاين اللوحه كاين عمل كاين عمل. فانا باش مع النضج بيان سور مع الاحتكاك ومع هذا قلت، ومن ديما كنت كنقول انه الرسام خصو يكون على إلمام بهذه المدارس، يكون يطلع يكون عنده تكوين. ولكن هذا التكوين ما خصوش يبقى منحصر في التقليد، ما يبقاش حبيس ديال التقليد. يعني كيفاش في هذا الكم الهائل ديال الرسامه كيفاش يمكن لي نوجد نفسي وذاتي؟ انا بصمه ديالي انا خصها تكون حاضره في العمل ديالي. اذا الانطباعيه اللي خديناها في هذا المفهوم فعلا انا ابحث عن الانطباعيه. انطباعيه ذاتيه، انطباعية مشتى الحياني كما سماها السي العربي بن تركه. في نفس الكتاب يقول السي العربي بن تركه انطباعية بوشتى الحياني السفر الى الذات، يقول الكاتب التعبير بالانطباعية غالبا ما نجده قاسما مشتركا بين المبدعين في الرسم والفن التشكيلي بوجه عام الذين ينتمون الى قرى ومدائن جبلية صعبة المسالك أو المحمولة على كف طبيعة هادرة تتنازع فيها الأشكال مع المضامين، أو هادئة تتناغم فيها تلك الأشكال مع تلك المضامين وسط حياة رتيبة الحضارة فيها معناها الإنسان والأرض. هل تتفق مع هذا الكلام؟ أتفق معه نسبيا. أولا الكتاب ديال الصديق والأخ العربي بن تركه كان في واحد الفترة معينة. يعني كل واحد الفترة معينة كنت انطباعي. كيف واحد الفترة معينة كنت ما بين قوسين ما يسمى بالجريد جريدي، ولو أنني
ارفض هذا تحفظ اتحفظ على هذه مساله الجريد على الجريد والمدارس المدارس نعم فهذه ملصقات لان النقاد كيحاولوا الانسان بطبعه ما كيبغيش الاشياء اللي كيجهل كيبغي يوضعها في واحد الخانه معينه وبالتالي كيوضعها في واحد الدائره وفي واحد صندوق فانا من ديما كنت كنرفض هاد الصناديق المغلقه واحاول ان ابحث على ذاتي التخندق الى بغينا اي التخندق الى بغينا نقولوا فعلا فعلا مجال معين فالمتتبع الاعمال ديالي من البدايه الى النهايه غيلاحظ انني انتقل من مرحله الى مرحله وفعلا كل مرحله عندها خصوصيتها عندها خصوصيه وعندها كيف قلت ان الالوان تغيرت لانه كان واحد واحد الدافع اللي دفعني لتغير الالوان نفس الشيء بالنسبه للاشكال فمثلا حاليا اشتغل على الذات ومره كان لي حوار مباشر مع الاذاعه والاخت اللي كانت كتحاورني قالت لي الحياني كيرسم دينو قلت لها انا ما كنرسمش دينو علاش قلتي دينو باسكو ما لانه ما عندوش العضو الجنسي ديالو نسيتي بان الانسان اللي كيرسم ما عندوش شعر ماشي غير العضو التناسلي ولكن عنده الشعر ما عندوش شعر ماذا تقصدين بالعراء العراء فما عندوش شعر علاش لانه لو كنت درت الشعر ارطب غادي يحل واحد الانسان معين الا درت الشعر مفتول غادي يحل واحد القاره معينه نعم اذا غادي نولي نصنف انا الشخص ديالي انا نعم فبالعكس خليتها مفتوحه انا القراءات هنا الانسان كرسم الانسان دون لو سونس هومان ديال روح ديال الانسان ما كنرسمش الشكل ديالو بالروح ديالو نعم تمام وهاد القضيه هادي عندها ايضا بدايه نعم فبدات في بالضبط في الحرب العراقيه نعم فملي كانت هاد الحرب العراقيه اشنو كنا كنشوفوا لان كنقول ان ديما الانسان معيش في شي جبل بوحدو هو كيعيش ارتباط بالواقع بالواقع ديالو الواقع الوطني او الاقليمي او القومي فعلا نعم. فملي كنت كان مثلا كنسالم التدريس وكنجي للمنزل ديالي باش نرد حاجه كنحل التلفاز كنشوف لي بومب كيطيحوا الانسان كي سميتو ومني كيبغيو يعطيونا شويه ديال لو ديسير كيف كيقولوا بالفرنسيه كيوريونا هذوك الاجساد اللي خرجت من البحر يعني ديال الغرقاء الجودات ملوين في الزمن كنتي القضيه الفلسطينيه الحرب العراق الى غير ذلك نعم بداتي بديت كنتسائل لان حنا كنا ملي كنجلسوا في امام التلفاز كاننا كنشاهدوا شي فيلم هكذا وبان ذاك الناس اللي كيموتوا كانهم حشرات يعني كنكونوا عاديين ما تحسوش بالمعاناه أيه. فعلا بالجرح فعلا الالم فعلا نعم. فانا بديت كنتسائل انت كفنان تشكيلي تحمل رساله بديت كنقول كنقول الانسان نعم بطبعه يعشق الحياه نعم فربما كتجبر انسان ما عندوش رجلين ما عندوش يدين عمى ولكن الا قلت له هذا الانسان قلت له تموت غيقول لك لا سيدي انا باغي نعيش ما باغي نعيش اذا كيف هذا حب الحياه كيفاش هذا الانسان اللي كيعشق الحياه واللي كيحب الحياه كيرمي راسو في البحر هو كيعرف بانه غادي ربما اي كيرمي راسو في سميتو فبديت كنقول واش الانسان خلق لك اسئله مقلقه بديت كنقول واش الانسان فعلا ما فقدش هذيك الانسانيه ديالو تمام صعيب فإلى لاحظتي الرسومات الشخوصات اللي كنرسم ما عندهمش العينين يعني ما كاينش الشعر ما كاينش العينين ما كاينش الثياب ما كاينش المكياج الا بغينا نقولوا طبيعيين
وهذا الانسان بغي يتشاف من الراس حتى الرجلين ديالو. نعم. فمني كنسد الريدو مني كنسد العيني ديالي كنبقى كنشوف الذات ديالي اتساءل جو ميديت. فهذا لا ينفع لانه ولو ان الانسان ديالي كيبان في سكون فهو داخليا منضبط. ولكن داخليا تحركه عدة أسئلة. نعم نعم نعم. وعدة صور. هذا إذا سمحت لي سي بوشتا الحياني في هذه النقطة هذه المعروف عليك هو أنك تتقن ولا تحب لغة الصمت. أنت إنسان صامت ولغة الصمت هي لغة ديال العباقرة. نرجعوا للشخص ديالك، الشخص ديالك الملاحظة الأولية هي أنها منضبطة صارمة صامتة ولكن في دواخلها غليان، هناك حركية داخلية، هناك أسئلة، هناك أسئلة مقلقة تبحث عن أجوبة شافية، تبحث عن خلاص إلى غير ذلك. لماذا هذا الانضباط في الشخص ديالك سي بوشتا الحياني؟ واش هي رسالة، هي دلالات، لماذا ترمز؟ في الواقع كما قلت سابقا لا يمكنني كفاعل أن أشرح الفعل اللي كنقوم به، لأن قلنا مسبقا على أنه العمل الفني والعمل الإبداعي بشكل عام، سواء كانت كتابة سواء كانت شعر سواء فهي مزيج بين الشعور ولا شعور. فهناك أسئلة تحركني، ولكن هناك أيضا الطفل الحياني موجود في هذه الأعمال هذه. هذا الشخص. فالشخص. دائما حاضر. دائما حاضر. وحنظلة بالنسبة للبشتال بشتال الطفل هو حنظلة بالنسبة للبشتال الحياني، هو يراقبه يمثل مجالا فكرة واقعا لحظات ارتباط إلى غير ذلك. هذا هو اللي تيجي قبل وهضر على علاقتك بجذورك بتاونات حتى في الشخوص ديالك يظهر جليا هذاك ارتباطك بالارض، انسان ابن بيئته، ربما كبرتي في بيئه صعبه جبليه، انضباط الاخلاقي، ماشي الانضباط ديال المعقول كما تنقولوا، الانضباط الاخلاقي اللي يميزك اللي مع الاسف ما بقيناش نشوفوه اليوم في اليومي ديالنا الى غير ذلك. هاد الايمان ديالك القوي بارتباطك بجذورك هو اللي جعل منك هاد الشخوص داخليا تبحث عن تتصارع بين الحب واللحب، بين الامال، بين الحزن، بين الفرح الى غير ذلك. دائما غادي نرجع نفس الجواب. في الواقع السمك اللي كيكون في وسط ذاك الحوض الاكواريوم ما كيشوفش هو ذاته. نعم. الاخرين هما اللي كيمكن لهم يشوفوا هاد. نعم. فانا ربما هاد الجواب هذا ربما غيعطيوه نقاد. نعم. ربما يعطيوه مهتمين بالفن التشكيلي، ربما بالبسيكاناليز والبسيكولوجي ربما وبالسوسيولوجي أنا لست سوسيولوجيا، لست عالم نفس، لست فأنا أرسم فنان. كل ما يخالجني ذاتي أفرغه على هذا السند وللآخرين أن يحكموا بما شاءوا. لهم الحرية. لهم حرية. لهم الحرية المطلقة في قراءة أعمالك الفنية. لأن هو مرة كنت في معرض في باب الرواح. وجاءني زائر وما بين هذاك الزائر كان ينتمي عنده توجه خاص. نعم. نبيل الحلو قال لي حضر راسك من هذاك راه يعني غادي
فكنت انتظر على انه هذا السيد غيقول لي كيفاش هاد الشخوص عارية وهذا. بالعكس السؤال اللي كان طرح هو نفس الاشياء اللي كانت كتخالجني قبلنا نبدا ذاك العمل هذاك. نفس التساؤلات. نفس التساؤلات. كأنه كان معك. كأنه كان معي قبل أن أبدأ هذا العمل. فكان شخص كما ترى في بروفيل الأمام دياله لون أسود ووراءه لون أبيض. فقال لي أرى في العمل ديالك. قلت له قل لي أنت شنو كتشوف في العمل ديالك. قال لي شنو كتبغي شنو بغيتي تقول بهذا الشيء السحياني. قلت له قل لي أنت شنو كتشوف فيه. فقال لي أنا كنشوف مستقبل مجهول في حين الماضي ديالي زعما الأشياء اللي درجت يعني كنعرفوها وكنعلموها. فنفس نفس الجو أقسم لك يعني أنه نفس الأشياء فكرت فيها قبل إنجاز هذاك العمل.